أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من الثمرات لعل لهم يشكرون.
ربنا وَمَا يُخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين.
كراما الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم الفاتح.